السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في نموذج لأسئلة الرياضيات لامتحانات نهاية السنة. أولا أجب عن فرعين، أكمل النمط التالي ثم أكمل النمط ثم أكمله: 30,000 فراغ، 50,000 فراغ، 70,000 فراغ. تزداد الأعداد بمقدار فراغ في كل مرة. فرع باء: يحوي صندوق على 200 حبة جوز، ما عدد حبات الجوز في 9 صناديق؟ انتبهوا. جيم: جد ناتج الكسرين 3 على 4 زائد 2 على 8. السؤال الثاني أجب عن فرعين، قارن بين العددين، العدد الأول 17,061 والعدد الثاني 18,016. فرع باء: حل الجملة العددية المفتوحة 730,041 ناقص 500 يساوينا ناقص مربع يساوي 541,506. صنف كل زاوية إلى قائمة وحادة ومنفرجة، هاي 3 زوايا أمامك بالشكل. السؤال الثالث أجب عن فرعين، جد ناتج ما يأتي لواحد فقط، الأول هو 7,600,000 ناقص 3,440,622، ثانية 7,750,584 زائد 1,206,622، ثالثا قسمة 936 قسمة طويلة على 7. فرع باء: جد مساحة كل شكل مجاور باستعمال قانون المساحة. شوفوا هذا الشكل، شكل هو عبارة عن مستطيل، الطول مالته 13 سنتيم والعرض 6 سنتيم، شلون اطلع المساحة؟ السؤال الرابع اجب عن فرعين، اكتب اسم المرتبة التي تحتها خط ثم حدد قيمتها المكانية، الرقم هو 5,610,212,000 والخط تحت 5,000,000. جد ناتج الجمع 300 زائد 500 يساوي. جيم: ينتج معمل السجاد 3 سجادات كل 7 أيام، كم يوم يستغرق لإنتاج 18 سجادة؟ السؤال الخامس فرع ألف، اكتشف الخطأ، يقول طارق أن الحصول على قلم من المجموعة أمر مؤكد، اكتشف خطأ طارق وصحح. شوفوا هاي المجموعة، عندي قلم وحقيبة ومساحة. فرع باء، يبلغ وزن الطائر الطنان حوالي 1.18 غرام، اكتب وزن الطائر بصورة كسر 10. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والسلام.